في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها ومن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكاريتوزا مدعمين بفرقتي الأمن والتحري واد العنم وبالرحال مجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، وبناء على شكاوي مواطنين تعرضت منازلهم للسطو والسرقة ليلا بعد تنشيط عنصر الاستعلامات ووضع خطة محكمة من طرف فريق التحقيق، تم توقيف شبكة إجرامية تتكون من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و 43 سنة، جلهم مسبوقين قضائيين. العصابة تقوم بالسطو على منازل الضحايا بعد ترصدهم عند مغادرتهم لمنازلهم. بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم استرجاع المسروقات التي ضبطت بمنازل المشتبه فيهم ومعالجة عدة قضايا في فترة وزيزة من طرف فريق التحقيق، كما تم إنجاز ملفات قضائية من أجل جناية تكوين جمعية أشرار جنحة السرقة المقترنة بظرف الليل التعدد الكسر والتسلق. سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.